هل تشاهدون هذا الحشد الكبير في الجزائر؟ ألوف مؤلفة جاءوا من كل حدب وصوب ليزفوا مكة. مكة ليس فناناً ولا مسؤولاً كبيراً، وإنما مواطن عادي كفيف يعاني من وضع اقتصادي صعب، تمنى زفافاً ليس له مثيل ليسعد عروسته. والجزائريون في محافظة خنشلة لبوا أمنيته بهذا الكم الهائل من الحب. إنه جبر الخواطر. لم يكن يعلم مكة أن أمنيته البسيطة قد تتحول إلى حقيقة بهذا الشكل المبهر. خيالة، فرق موسيقية، رقص وغناء، عرس أسطوري، لا بل مهرجان فني نقلته محطات التلفزة. كل هؤلاء يحتفلون بمكة، شباباً وكباراً وحتى أطفالاً جاءوا محملين بالهدايا والمباركات لتكتمل الفرحة، ويلتقطون الصور مع هذا العريس المحبوب. مكة الكفيف وكأنه أبصر من جديد ليرى هذا الحب الهائل بقلبه.